ثلاثيه متميزه وخاصه تجمع بين مصر والاردن وفلسطين وذلك امتدادا للعلاقات التاريخيه الوثيقه بين الدول الثلاث وتاكيدا على تميز تلك العلاقات تقف مصر والاردن بشكل دائم الى جانب الشعب الفلسطيني لدعمه ومسانده حصوله على حقوقه المشروعه توافق في الرؤى والأهداف يميز العلاقات المصرية الأردنية كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي حيث تضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم ومنذ استقلال الأردن عام 1946 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأصبحت الدولتان عضوين مؤثرين في جامعة الدول العربية والمنصات الدولية الأخرى ومن بينها حركة عدم الانحياز ومنظمه المؤتمر الاسلامي. التعاون بين مصر والاردن يتخذ اشكالا متنوعه ما بين الجوانب السياسيه والاقتصاديه وتكتسب العلاقات السياسيه بين القاهره وعمان اهميه خاصه نظرا للدور الاقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهه التحديات والاخطار التي تهدد المنطقه. وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948 تبلورت علاقة ذات طبيعة خاصة بين كل من مصر والأردن وفلسطين فمصر كانت وما زالت ثابتة على مواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه من خلال مساندة فلسطين مع الأردن من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسط لتسويه عادله وشامله بما يسهم في الحد من الاضطراب الذي تشهده منطقه الشرق الاوسط وبتنسيق حثيث ومتواصل مع فلسطين والاردن، تلعب مصر دورا حيويا وبناء فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وملفات المصالحه، فضلا عن موثوقية القاهرة وباعتراف العالم في التوسط حال اندلاع اي اشتباك بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وعلى الجانب الاخر تمارس المملكه الاردنيه الهاشميه مسؤوليتها تجاه المقدسات في مدينه القدس، انطلاقا من الوصايا الهاشميه التاريخيه عليها، استنادا الى القانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه. وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة